اوكي. عرفت منين؟ قال لي ميس بصي التشنج في الايه، في البيهيفيرز، حتى لو انا مش عارفه التو ووردز التانيين خلاص، ما انا عندي كلمه التشنج وايه وبيهيفيرز، يبقى ده الديفينيشن بتاع مين، بتاع الادابتيشن. قال لي طيب the carbon dioxide path in the respiratory system، الكربون دايوكسيد هيخرج من الريسبيراتوري سيستم ازاي، من النوز؟ لا يا ميس، يبقى انا هستبعد مين، النوز، وهستبعد نيو كوركت انسر. عندي يا ميس بقى الفيولاي وفرينكس وتراكيا وبرونكاي ونوز، ولا الفيولاي وبرونكاي؟ بص يا ميس، الالفيولاي بعد كده، البرونكاي بعد كده يا ميس، التراكيا بعد كده يا ميس، الفرينكس بعد كده النوز، يبقى مين يا ميس الكوركت انسر؟ سي. طب بيقول لي هنا all the following are from behaviors of nocturnal animal except، كل ده يا ميس من حاجات اللي بتعملها النكتورنال انيمال ما عدا، يا ميس هي دلوقتي لوك فور ات نايت، لوك فور فود ات نايت، بتدور على الفود بتاعها في النايت، اوكي ايه كمان؟ قال يا ميس الفود بتاعها بيبقى موجود في النايت بس، relying on the night darkness to devour a animals، لكن يا ميس هل هي بتعمل sleeping at night؟ اذا كان هي اكتب ات نايت، ازاي بتعمل sleeping at night؟ يبقى يا ميس بيقول لي هنا خلي بالي من كلمه ايه؟ except، يبقى يا ميس نمبر مين؟ دي هي الكوركت. قال لي طيب number 4 all of the following are for from the negative impacts on human activities except، كل ده يا ميس من human activity ما عدا. قال لي يا ميس هو human activity عمل ايه؟ عمل plowing الجراس لاند، وعمل smoke from factories، وكمان littering wastes بيرمي الwastes، لكن ما يقدرش يعمل مين؟ الفلوس. يبقى دي الكوركت انسر. بيقول لي هنا يا ميس ال inhalation process is opposite to exhalation، الاثنين opposite عكس بعض. احنا قلنا ايه مثل inhalation؟ بعمل enter لي الاير، والx بعمل ايه؟ expel للاير او get rid of، بتخلص ايه؟ بتخلص من الكربون دايكسيد. بيقول لي هنا ايه list، يعني قولي لي الجازس اللي enter اللي هتدخل، والجازس اللي هتعمل ايه؟ leaves. اجي يا ميس اعمل كده table واكتب هنا ادي يا ميس ال in هاليشن، وهنا ميس ايه؟ اكس هاليشن. هو يا ميس مين الجازز اللي هتعمل انتر في الانهاليشن؟ الاكسجين، اوكي؟ لكن الاكس هاليشن مين الجاز اللي هيعمل ليه؟ الكربون دايكسايد، اوكي؟ ادي طيب تعالوا مع بعض هنا نشوف الفيش بريث يوزنج الجيلز، اوكي؟ بصوا بقى هنا نمبر 2 دي مهمه جدا. is an automatic message، حاجه اوتوماتيك. انا مالي بالرياكشن تايم؟ الرياكشن تايم ده اختاره لما اقول ايه؟ اتس تايم تيكن، لما الاقي كلمه تايم. اما مين يا ميس الاوتوماتيك مسج؟ عندي مين؟ الريفلكس اكشن، حاجه اوتوماتيك انا ماليش دخل بيها، بتحصل اول ما احط يا ميس الفينجرز دي على السباين، بعمل ايه؟ بعمل ماي هاند ايه؟ موف اواي، ببعدها. هل انا ببقى قصدي اعمل كده ولا دي بتحصل غصب عني؟ يبقى دي بقول عليها ايه؟ ريفلكس اكشن. ومين يا ميس اللي مسؤول عن الريفلكس اكشن، البرين ولا السباينال كورد؟ ها؟ السباينال كورد، برافو. طب بيقول لي هنا خلي بالك يا ميس نمبر 3 the nervous send a message to the brain in the form of send message to the brain in the form، هي ميس النيرفس هتبعت مسج للبرين عن طريق ساوند ويفز ولا ميس الكتريكال امبلس؟ الكتريكال امبلس. قال لي طب ذا فيجوال ستيمولي، يا ميس يعني الفيجوال هيكون احنا قلنا سلوور زين الاوديتوري، يعني سلوور يعني ابطا من الاوديتوري ولا فاستر؟ فاستر. اوكي بيقول لي هنا يا ميس نمبر بي او ليتر بي air pollution affects living organisms and the health of humans. قول لي كده حاجتين من اللي بيأثر عليهم الاير بولوشن، هيعمل ايه الاير بولوشن في الهيومن؟ ها؟ heart disease وdamage ايه؟ lungs. heart disease وdamage ايه؟ lungs. الامتحان بعد بكره ان شاء الله. امتحان ايه؟ بعد بكره، مش عايزين نبقى مذاكرين، عايزاكم تخشوا كده ايه؟ فاضيين، ماشي؟ يبقى دامج ايه؟ دامج للايه؟ لانكس، وايه كمان؟ وهارت ايه؟ ديزيز. اوكي؟ طب بيقول لي هنا فرينكس از كومن كافيتي بتوين الدايجستيف اند ريسبيراتوري، يعني يا ميس الفرينكس مشترك ما بين الدايجستيف والريسبيراتوري؟ ترو، مشترك.
ادي الفرنجس نازل منه التريكي ونازل منه الايه الاستوفيجس. حاجه كمان مشتركه قال لي water pollution affects fish but doesn't affect human and the plant. يعني يا ميس الwater pollution بيأثر على الفيش مش بيأثر على الهيومن والبلانت. طبعا فولس. نمبر 3 a person can identify spoiled food through a touch sense. التاتش ولا التيست؟ يبقى دي يا ميس فولس. نمبر 4 the electrical impulse مالها يا ميس are transmitted from the sense organ to the brain through sensory nerve through your knees. طيب بيقول لي هنا that it remind the super senses of owl that help it be an external animal. قولي لي يا نيس السوبر سينسز اللي عند الاول عشان تخليها external animal. hearing and sight. اوكي في مشكله كده؟